فنحن اخر مره وقفنا في انه كيف نحول السيستم بتاعنا كان تايم دومين من الديفرنشال ايكويشن. قلنا نش نعمل ريبريزنتيشن في الستيت سبيس والستيت سبيس اناليسيس. لقينا فوائده كثيره جدا. من الفوائد الاولى بتاعته انه خلى السيستم يبقى فيرست اوردر لينير. ممكن يكون نون لينير ما مشكله. تايم فيرينج ممكن تايم انفيرينت ما مشكله. والمشكله تبقى بعدين في الحل الفاينل. بعد ذاك انتهينا احنا بسوليوشن. والسوليوشن عنده عده طرق. يعني لما انتهينا انه وجدنا الستيت سبيس اكس اوف تي بيساوي سم اكس نوت في اي اي في تي ماينس تي نوت بلس الانتجرال اوف اي اي برضو تي ماينس تاو في بي اوف تاو. ممكن تكون بي اوف تاو و يو اوف تاو دي تاو اند كونفولوشن. فقلنا طبعا اي دي ذا ماتريكس وده كده شكله ما ظريف يعني. فلازم كان نجد حلول اخرى له. قبل ما نشي نتحرك من الحته دي عشان نشوف الحل بتاعنا ده كيف بيبقى. الاي ذا باور اي دي ماينس تاو نوت دي قاموا سموها فاي ترانزيشن ماتريكس دي ماينس تي نوت. سموها ترانزيشن ماتريكس. والترانزيشن ماتريكس عندها النمبر اوف بروبرتيز. عندها خواص متعدده. انه بردها فيرست ديريفيتيف بتاعها بيساوي ايه فاي اوف تي برضه و فاي اوف تي ماينس تي نوت بيساوي اي الانتيتي ماتريكس اند سو اون. تجد في الكتب كميه من البروبرتيز دي وكده وكيف نحلها وكده وبتاع. يعني ما اخش فيها لانها سيمبل الجبرا. نيجي نشوف واحده من الطرق اللي بنحل بيها السوليوشن بتاعنا ده. فال اي تو ذا باور اي تو ذا باور اي تي ممكن نستعمل التيلر سيريز. التيلر سيريز فعندنا x dot again يساوي ax. هذا نكتب plus bu plus bu لانه يعني بنعيد بس انه بس بنشوف الفورس. لكن كل الداينامكس is here. All the dynamics is here. طيب فقلنا اذا دي المعادله الاساسيه بتاعتنا. واذا قلنا عملنا اكسبانشن ل x x of t استعملنا تايلر سيريز using تايلر expansion. فالاكسبانشن كاليوجوال في near t equal 0 فيكون عندنا x naught plus x dot مش كده t over 1 ايوه plus x double dot t square over 2 factorial مش كده plus الى اخره plus الدريفاتيف الفي لاكس دي تي في مضروب في الباور تي في بلس مش كده؟ It goes up to infinity over v فاكتوريال مش كده؟ نحن كلنا متفقين على الاكسبانشن بتاع التيلر سيريز يا شباب. ده اكسبانشن بتاع تيلر سيري سيريز ات نير اراوند تي 0 عشان كده نير تي 0 اكس بيساوي اكس نوت الانيشال انه اكس نوت هتساوي اكس اوف تي ات تي ايكوال 0. يبقى هنا اكس دوت بيساوي اي اوف اكس تمام. ويبقى اكس دبل دوت بيساوي اي اكس دوت مش كده بتساوي a سكوير x هنا x دوت. واذا مشينا طوالي كده ل d i x by
dt to the power i راح تساوي a to the power i x for all i. دي ظاهرة يا شباب. اللاين الأخير ده ظاهر ولا فيه مشكلة؟ طبعا A to the power 0 هيساوي شنو؟ أيوه يساوي كم؟ واحد. أيوه عشان تأتي ماتريكس هو ناسك قاعدين وانت صح يعني اثنين، لكن طبعا احنا في الماتريسز بنسميها الايدنتيتي ماتريكس. دي يا اخواننا برضه من الحاجات الانترستنج يعني تشوف الحاجات دي عملوها الناس يعني عملوها يعني الاي منهم تساوي واحد، كان ممكن الزول الشغال ده يقول بيساوي واحد كان الناس لخبط راسه كله مش كده؟ لو ما انتبه وقام عرف ذات الايدنتيتي ماتريكس مش كده؟ يعني انت يعني حاسس ان الحاجات دي بناخدها كده بس فور جرانتيد، لكن ان هنا بيساوي واحد 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 دايجونال 0 0 0 0 سماها الايدنتيتي ماتريكس ان ات اكس لايك 1 في الجبرة. كل حاجات فيها شغل شديد عشان كلها تكون قافلة مع بعض، ولما تشتغل بها عشان تعبر بها عن حاجات جديدة هي سوليد في فاونديشن. لكن لو كان في شغل هنا مرة كده ومرة كده ومرة كده ما حكون متأكدين مش كده؟ انت النتائج اللي بتوصل لها دي نتائج صحيحة ولا لا؟ دي المشكلة يا اخوانا الفلسفية الفقهية. انه الفاونديشن اوف نوليدج مبنيه على فلسفه سوليد وفي ميثودز للريسيرش وبناء المعرفه والتحقق وحس وصلنا مرحله بشريه تقدمت تقدم كبير جدا جدا واصبح في حاجات كثيره جدا ممكن نخضعها عشان نتاكد انها حاجه ركيكه ولا حاجه ثابته قويه او حاجه مغلقه. مثلا في بالنسبه للمسلمين القران هو متفق عليه تماما. اذا اي شيء عرضته ما القران الغلط مش كده؟ غلط النتائج الثانيه. يعني مثلا في ناس يقوموا يقول لك مثلا سيدنا محمد هو سيد الانبياء وكده وبتاع وهنا. طبعا دي مشكله لانه في القران بيقول شنو؟ لا نفضل بين واحد منهما ولا امنا بالله ورسوله وملائكته مش كده؟ مش كده؟ يعني احنا لا نفاضل الرسل كلهم واحد، لكن ربنا هو تلك الرسل نفضل بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ومنهم كده. التفضيل هو تفضيل الرباني، لكن احنا ما نقدر بالنسبه لنا كلهم ايكوال. فلمرات بعض اخواننا الصوفيين وكده بعض الناس الثانيين كده بيقوموا يبالغوا. يعني في واحد في خطبه قال 500 عدى 500 ام لوركه من ام سيدنا محمد ولوركه ده كل يعني عفيفات طهرات. يعني ما ممكن عيد 500 مش كده؟ 500 كيف يعني؟ نحن نكون متاكدين انه صح جاي من نطفه طاهره، يعني ما في مشكله ربنا بيحفظها ها؟ لكن تقول 500 بتكون تجنن يعني مش كده؟ فلذلك الان اصبحت العلوم يعني والفاونديشن بتاعتها الاسس بتاعتها لحد كبير بقت قويه وبقت فيها ريبيتيشن. انت لما تعمل طياره تحسب تدرب كده بتطير خلاص مش كده؟ لانك انت بنيت على اسس معينه. الا لما تنسى حتى لما يحصل خطا زي ما هنشوف في المسائل اللي قدام انه طياره جناح اتكسر ولا كده ولا بتاع، بعد شويه تيجي تفتش تجد انه فعلا الخطا هو خطا هيومن انه ما عملوا الاناليسيس بالصوره الصح. لو كان اتبع الماثماتكس صح كان ما تعرض لهذه المزاله الى اخره الى اخره. فدي جات كلها بمناسبه الاي الايدنتيتي ماتريكس، يعني انه في الماتريسيز عملنا حاجه تشبه زي ال1 وال1 يعني دي ذاتها ال1 ذاته كونك انت تقول 1 تايمز اني ثينج ايلس يساوي الايدنتيتي ها. حتى الماثماتكس اخذت منهم وقت طويل، او الزيرو زائد حاجه ثانيه يساوي الحاجه الثانيه مش كده؟ ده سيت اوف الجبره، يعني يو هاف تو ديفاين الجبره بتاعتك، لانه مرات الحاجه زائد الزيرو جزء ما تديك الحاجه الثانيه، يكون الزيرو هو ما ال 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 element when you add it you get the same quantity. في implication يا اخوانا، ده البيوتي بتاع الماث، ده الجمال بتاع الماثماتكس، الجمال بتاع الماثماتكس انه بينظر في
أس الحقيقة ويتأكد إنه الوسائل بنستعملها وسائل صحيحة. عشان كده في الساينس دائما في الشك، عشان كده في الساينس دائما في التشكك، ودائما نتشكك عشان دائما إيه تصلح، دائما تقدر تصلح وغالبا يحصل improvement. كنا محتاجين للمعادلة الجبيت ديك، لكن معلش اللي هي x of t هتساوي إذا طلعنا فاكتور برا الاكس دوت هيبقى عندنا هنا 1 بلس a t بلس، لأن محل الاكس دوت هنا ذكرها، وهنا هتبقى a سكوير t سكوير over 2 فاكتوريال بلس a v صح t to the power v over v فاكتوريال بلس بلاب 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 اكس دوت برا. This is one way to solve the equation حقتنا قبل ال e to the power a. دي تكون expansion تاع e a. If you expand it, you get this. عشان نقدر ننزل الماتريكس لتحت بدها تكون مخنوقة فوق فيه. دي one way. There are so many ways. لكن تو بالنسبة لthis stage, this is more than enough. الناس اللي بيعملوا ده اسمه introduction to control. بعد نفرض يكون في control. بعد ذاك في advanced control. Advanced control should be في master degree. إذا في أي نوع من master الناس بياخدوا advanced. لكن هسه سنة رابعة introduction to control. سنة خمسة المفروض يكون في control engineering. عشان نقدر نمشي اللي قدام شوية. ما أعرف هل حيكون في فسحة؟ I am not sure. عشان نقدر الناس في خمسة ياخدوا control engineering مش to real. ودي كلها تعريفات ومقدمات وكده يعني. برضو واحدة من الحاجات اللي تكلمنا عنها طالما دخلنا في matrices، والماتريسيز التمثيل بتاعها ما يونيك زي ما تكلمنا، انه عندنا الاكس دوت تساوي اي اكس اي دي از نت يونيك، لانه قبل ان الديفرنشال ايكويشن اللي حولناها اي زول ممكن يحولها زي ما عاوز، يعني محل اكس 1 قلنا بيساوي اكس دوت 1 الى اخره، ممكن سماها اكس ان تكون قلب الحكايه قلب الماتريسيز وكده. فالماتريسيز الاي دي ممكن تكون اشكال مختلفه، الرو والكولومز ممكن يكونوا مقلبات. هنشوف هل ده هياثر على الايجين فاليوز، لانه نحن بالنسبه لنا اهم حاجه الايجين فاليوز. الايجين فاليوز اللي هي شنو؟ هي البولز حقت السيستم. يعني يكون هو ترانسفير فانكشن في اللابلاس دومين، البولينوميال التحت الدينوميريتر الزيروس حقتها بنسميها شنو؟ البولز. حيث القيم بتاعت الماجنيتود بتبقى انفينيتي. يعني لما نقول g of s بتساوي s plus z1 s plus z2 الى اخره الى اخره over s plus p1 s plus p2 لغاية ما s plus pn، وهنا نقول zm where n is greater than or equal to m. الفوق ده بيسموه شنو؟ الزيروس. when we factorize النيوميريتر الفاكتورز الجوه دي بنسميها زيروس، z1 z2 z3 كده، these all are the zeros. because then the magnitude at these values بدي القيمه بتاعت الفانكشن كلها تبقى زيرو. و البيز في 1 up to pn دي كلها بسمها شنو؟ البولز بتاعت السيستم. البولز دي هي الخطيره طبعا، الكلام ده قلناه كتير، لان البولز دي هي اللي بتمثل الكاركترستيك دي، بتديك النط الموت التايم ريسبونس كله بيطلع من هنا لحد كبير. الفوق ده هنا الانبوت، الانبوت يعني فانكشنز، بيمثل الانبوت فانكشنز تقريبا. عنده اثر في الديناميك صح، لكن ما هو فايتال. الفايتال هو التحت ده. المعادلات دي في اللابلاس ترانسفورم في الدومين تاع اللابلاس ترانسفورم البولز هي بتدينا الكاركترستيك فاليوز بتاعت السيستم، لكن لما نمشي للتايم دومين بتبقى بنسميها الايجن فاليوز.
وايجن هي كلمة ألمانية برضه هي كاركترستيك كاركترستيك لكن بس الايجن فاليو بتطلع من ناحية اسمها الايجن فيكتورز وصم شان الماتريسيس بنقدر نطلع كل ايجن فاليو لأن هذه الايجن فاليوز as the matrices mathematically ممكن يكونوا independent فلو are independent معناته معلوم كلهم معناته normal على each other صح؟ معناته كلهم normal على each other طبعا احنا نقدر نتخيل لغاية ثلاثة مش كده؟ x y z system بتاع الكوردينات ال x y z ده normal vector صح؟ لانه هي متعمدات على بعض لكن لما يكون في واحد رابع خلاص مخنا ما بيقدر يشيل mathematically yeah we can define it mathematically في definition up to n n could be any شنو؟ n could be any integers yeah. not good number could be any integers and must be an integer فممكن يكون السيستم بتاعنا نوني ايه متعامد mathematically نوني دي ممكن تبقى ايو integers وكونها متعامدة تدينا properties كثيرة اول حاجة معناتها كلها تبقى independent you cannot express it in terms of the other vectors يعني اذا عندي سيستم متعامد هنا ده فيه x و y و z اذا عندي فيكتور هنا هو اتجاه ال i ال i ده cannot represent it لا بال y لا ب لانه sin 90 درجة بيساوي كم؟ وكوساين 90 يبقى الكروس برودكت بتاعي دائما اذا متعامد بيدينا ايه؟ زيرو الفكتر الدوت برودكت الدوت برودكت لانه هيكون كوساين 90 ديجريز يعني اي ده مضروب في اي فيكتور ثاني هنا مع ده I dot J بدينا شنو؟ لأنه أنت هتقول I as a vector dot J as a vector ده بيساوي إذا كان موجود بتاعه 1 1 هيساوي 1 إيه؟ كوساين أنجل بيناتهم اللي هي 90 اللي هيساوي إيه؟ 0 يبقى الاثنين دي المعلوم متعامدات نذكركم شوية الحياة بتاعت أخذتوا كورس على الفيكتور أناليسيس؟ أيوه فيبقى ماثيماتيكالي انا ما محتاج اتخيله فيزيكلي فيزيكلي بقدر اتخيل لغايه ثلاثه لكن احيانا كثير البروبلم ساعدنا بتمشي ل ان اوردر ان الاوردر ان اذا كانت متعامدات البروبرتيز اللي بقدر استفيد منها هي شنو فالماثيماتكس هو بيساعدنا ودون نيد الخيال بتاعنا ما عاوزين الايماجينيشن ده هنا سوليد نولج سوليد ثيوريمز نظريات موثوق بها تديك نتائج مؤكده تستفيد منها anyhow عايزين نشوف نتيجه الترانسفورميشن والاي دي اذا واحد خلاها بتساوي كده في واحد ممكن يلقى الاي كده ماينس اي نوت لو تتذكروا اي 1 ها كده اب تو اي ان والباقيات كلها هنا 1 0 0 0 1 0 0 الى اخره تتذكروا الحكايه دي اب تو 1 الفاندر فوت ماتريكس او في معظم الاحيان ماينس اي نوت أو A1 A1 A2 كده كده up to AN وهنا 0 1 0 0 0 0 كده 0 0 0 1 0 0 إلى آخره فاندرموت ماتريكس وفي واحد تاني ممكن نتيجة اشتغل المسألة بقوا بهنا جماعة الصف التحت ده إلى آخره طيب هل اختلاف ترتيب الكولومز والروز بيأثر في الايجين vectors والايجن فاليوز نشوف الحكايه دي نشوف بيحصل شنو فسبوز انه اكس دوت بيساوي سم فيكتور في كيو اوف تي واكس دوت حقتنا بيساوي اكس دوت سبوز في تو فيكتورز بده تمثيل للاكس دوت و يبقى x dot يساوي v q dot of t يساوي a x يساوي a
في كيو. نجي نشوف كيو دوت هنا، كيو دوت اف تي دي تساوي اذا ضربنا هنا بماينس في هيبقى، ضربنا هنا في ماينس في، ضربنا هنا في ماينس في يبقى في ماينس 1 اي في كيو. طيب عايزين نشوف الايجن فاليوز للكيو دوت مع الاي في. عاوزين نوجد الايجن فاليوز بيكون الديترمينانت اوف في ماينس 1 اي في ماينس لامدا اي صح؟ تساوي زيرو عشان تفايند الايجن فاليوز. طيب v minus 1 a v minus lambda i، فممكن نضرب هنا في v minus 1 ونضرب في v كأنه عمل نهاية يساوي 0. lambda i اي lambda i lambda لامدا دي ما بدل الاسم، انت السوليوشن بتاع الايجن فاليوز. انا ارجع لورا ثاني عشان نحلت، لو عندك اي معادله كانت اي اكس بتساوي لامدا او لامدا اذا فيكتور عاوز تسوي السوليوشن بتاعك اي اكس لامدا اكس ولامدا عاوز تسوي وات از ذا فاليوز اوف لامدا، فاي اكس ماينس لامدا اكس صح بيساوي كم؟ زيرو. دوش المعادله كده يبقى ده هنا اي ماينس لامدا اكس بيساوي زيرو، كون اكس بيساوي زيرو ده بسموه تريفيال سوليوشن. يبقى انت هنا اي ماينس لامدا اللي عاوز تحلها، فلامدا دي الايجن فاليو احنا عاوزين نجد القيمه بتاعته من المعادله دي لانه ايه بنعرفها، دي الفاندمنتال ايكويشن دي اللي جبنا افتكرتها وعارفينها. لكن لو عاوزين بي اس انتوا متعودين على اس ممكن تبقى اس اذا حبيته. فانا عايز اوجد الايجن فاليوز الكونكتد مع السيجنال دي. طبعا يا اخوانا ما قصه طويله، ما هنا لازم اعمل تو انتجريزيس اضربه في اس صح؟ عشان يبقى اس كيو وكيو مع كيو اقوم اجيبه بهنا. يعني نرجع لورا ما في مشكله. متفقين ولا؟ انا بس بحل الاس حطيت لامدا. كلكم يا شباب متابعين؟ الحكايه دي جت من هنا كيف اللامدا دي؟ ممكن اخليها اس. طلع احسن ما اخليها اس. لكن انا في الكتب احتاجها لامدا. لانه دي هتكون اس كيو هنا صح؟ وهنقوم نجيب الكوانتيتي دي او دي نوديها بهناك يعني او اكشلي وديناها بهناك عشان تساوي زيرو. فهتبقى اس اي. فالكيو بره القوس بقت. انا هكون عندي كده اس كيو هتساوي بي ماينس 1 اي بي كيو. نقوم نجيب دي نوديها بهناك المهم وات ايفر اتس، او ممكن نفسها ما مشكله لانه هو ديتيرمينت. ها يبقى هنا في ماينس 1 اي في كيو ماينس اس كيو بساوي زيرو. طلع كيو برا القوس يبقى في ماينس 1 اي في ماينس اس اي لان دي كلها متريسيز ومضروبه في كيو بتساوي زيرو. كيو ايكوال زيرو ذيس تريفيال وي دونت وونت ات. يبقى في ماينس 1 اي في ماينس اس اي بتساوي زيرو او ديتيرمنت بتساوي زيرو. اتفقنا انه اس السوليوشن لاس او لامدا بدلناها لامدا
لانه لامدا احتاجها في الكتب كلها بتاعت الماثيماتكس وكده هي الايجن فاليو. فعايزين نجد الايجن فاليوز بتاعتنا وقمنا ضربنا في في ماينس 1 وضربنا في في عشان ما نكون عملنا حاجه نكون لسه محافظين على الايدنتيتي ماتريكس كانه ما عملنا حاجه ما اثرنا في الكوانتيتيز لكن هتساعدنا في الجبره. فبرضه هتساوي في ماينس 1 ايه في ماينس اذا دخلنا اللامدا في النص قد تكون فيها مشكله ماينس 1 لامدا في تساوي 0 ويبقى هنا في ماينس 1 اذا عملنا هنا اي في ماينس لامدا طبعا دي الفيزا تبرر هنا في تساوي 0. احنا عارفين الانفيرشن دي ما بتساوي لكن يبقى ايه ماينس لامدا اي هنا في اي دايما يا اخوانا هو هيساوي ايه زيرو تمام يبقى الترانسفورميشن ما اثر فينا مش كده يبقى از اند ستيل الايجن فاليو هي هتطلع من ايه يعني رغم انه الفي كانت هي عشان تدي اي تشكيلات للبروبلم تدا اي ترانسفورميشن لكن ستيل الايجن فاليو بتاعنا ايوه لا بس اي ما بتفرق ما ده كونستنت اي لامدا اي اي لامدا اي صح لامدا اي ممكن الاي تحطه هنا وبينك صح هتلاقي في شيء ثاني كاتب لك الاي دي موجوده شكرا صح يبقى الايجين فيكتورز مع الايجين فاليو الايجين فاليو انفيريانت لا يتغير مهما البروبلم مهما غيرنا المواقع بتاعت الكولومز او الروز بدلنا الروز بدلنا الكولومز ستيل الايجين فاليوز مع يا شباب انفيريانت لا تغير دي نتيجه هامه جدا جدا نتيجه فيري امبورتنت معناته المسألة إذا جينا من أي دايركشن وضربنا غيرنا الماتريكس بكونستنت ماتريسز أو زمان علموكم لا إليمنتري أوبريشنز إذا عملت أي إليمنتري أوبريشنز اللي هو المالتيبلز أوف رو تزيدهم لرو تاني مش كده أو كولومز كامل تضيفه لكولوم زي ما كنا بنعمل عشان نوجد الدايجوناليزيشن بتاع الماتريكس إنك بتعمل النمبر أوف إليمنتري أوبريشن درسوكم الكلام ده يا شباب؟ فالإليمنتري أوبريشن ما بيغير مسموح به وممكن تعمله ليه؟ كله بيزد على البروف ده انه الايجين فاليوز انفيريانت نتيجه اني ايو اليمنتري اوبريشن او حصلت ترانسفورميشن لينير ترانسفورميشن. طيب الكلام ده برضه بيودينا لنتيجه برضه هامه انه اي ايجن فاليو اسوسييتد معه شنو؟ ايجن فيكتور سموه اكساي اكساي 1 اب تو اكساي اي اي ايجن فاليو اسوسييتد معه ايجن فيكتور الماتريكس M اللي هي مكونة من الايجين فيكتورز 1 up to i لو كانت الماتريكس حقتنا A الماتريكس الريجنال A دي او الايجين فاليوز او الايجين فاليو الايجين فاليوز كانوا ريال وديستينكت متكررات حقيقي وغير متكرر ب اذا الماتريكس ايه الايجين فاليوز بتاعتها ريال وديستينكت بيبقى الماتريكس ام دي
بيساوي M minus 1 times A. M هتدينا نيو ماتريكس. الماتريكس دي هي هتكون دياجونال. يعني معناتها لو الماتريكس A post multiplied by the inversion of M و M مكونة من الايجن فيكتورز بتاعت A ضربناها في A و later ضربناها ب M ممكن نعمل diagonalization للماتريكس M. فإذا وجدنا diagonalization الكومبوننتس الموجودة هنا في الدياجونال كلهم هيكونوا السوليوشن بتاع E لامدا. هنشوف الكلام ده ما دائما ايوه كيف نجد انجاز الفيكتور؟ الفيكتور ما هي ماتريكس دي ماتريكس كامله دي ام دي ما فيكتور واحد اوه ده هيكون ده كولوم ده كولوم كامل يا مولانا ده كولوم هتكون سكوير ماتريكس ها الكولوم الواحد ده بنسميه شنو؟ فيكتور. فالماتريكس المكونة من الفيكتورز بتاعت الايجن فاليو هي سكوير ماتريكس زي سكوير ماتريكس. فاذا الماتريكس غير الايجن فاليوز طبعا في برضه ميثودز لو كانت الايجن فاليوز متكررة في حاجة اسمها جوردن فورم. الجوردن فورم هي برضه بتعمل دياجونالايزيشن لكن برضه بنسميه بلوك diagonalization. السيل ماتريكس بحصلها ترانسفير لكن ده في كورس بيكون ادفانس ما في الليفل بتاعكم. في الليفل بتاعكم سبوز انه جاتك مساله حليتها لقيت الايجن فاليوز ديستينكت ريال طوال تعرف متاكد تماما انه الماتريكس A ممكن يحصل لها diagonalization وبالتالي السوليوشن بتاعنا بتاع A T ده هيساوي E لامدا مش كده؟ لامدا 1 T مش كده؟ زائد whatever A لامدا 2 T الى اي. لانه ده هيكون مكون من كوما من كولومنا كولوم كله رو كولوم فيه هو لامدا لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 لامدا 3. هنشوف الحكايه دي. يعني الدياجونال ماتريكس دي فاي دي هتكون مكونه من انا دياجونال هتكون هنا لامدا 1 0 0 0 الى اخره 0 لامدا 2 0 0 اللي هي whatever it is up to لامدا n. وير لامدا هي شنو؟ لامدا هي شنو؟ ايجن فاليو. يبقى ممكن نعمل ترانسفورميشن بحيث نخلي كل الايجن فاليوز مخطوطات في الدياجونال لكن ده في كونديشن واحد تتذكره دائما كونديشن انها يكونوا ريال وما متكرر. هتيجي في مثال جوه في مثال في النوتس. طيب هسه عرفنا انه الستيت سبيس اناليسيس is a very powerful tool. Tool قوية جدا جدا و developed by مجموعة من الناس بالذات كالمان. ويا كالمان أكثر زور في الحقيقة اهتم بالحكاية دي. هم بقت معركة بين الروس والأمريكان لأن شغل بتاع الفضاء كان بيتطلب ماتريسيز كبيرة لكن برضو كان الشال لهم شنو يا إخواننا؟ الشال لهم إيه؟ تفتكر يكون شال لهم شنو؟ ما خلى الحكاية تنفجر إلا بعد الستينات. حتى بعد الستينات بوم يعني الحكاية كده انفجرت والصراع كله بقى يمشي يشتغل في الماتريسيز والمالتي انبوت مالتي اوتبوت. هذا الكلام قلته زمان كده عاوز بس زول كده يكون يتخيل انه كان معطل الناس زي شنو. لكن بعد الستينات واخره وكده ما كان في الكترونيك قاعدين نصلح الجمله بتاعتك دي. الالكترونيكس كان فيه لكن اللي ادت لشو يعني؟ ايوه واحد قال لك كلمه سحريه انا الكايسه كمبيوتر عندي كومبيتيشن كبيره مشكله الكنترول الكمبيتيشن. طيب والكنترول اصبح مهم جدا بالنسبه للناس دي كله كان الروس او الامريكان يعني الغربيين او الشرقيين لانه المعركه بتاعت السياده سوبريماسي السلاح والتحكم وكده تتطلب الكنترول يكون متقدم جدا. فالكنترول نفع منه نفع ناس الكمبيوتر والبرمجه. لو كانت الاندستري ما في زول كان حيصرف
لكن للدفاع الناس بتصرف صرف مجنون جدا، بيجيبوا احسن البرينز، احسن العقول واحسن القروش، وتصرف على التاكد من السياده وكده. فالديفلوب احتياجهم للكمبيوتيشن بتاعت الكنترول الكثيره ادى انهم يبنوا اكبر كمبيوترز، وكل الكمبيوترز كانت تكون موجوده في الديفنس، حتى بعدين تطلع لبرا. اول ما خلاص تبقى قديمه وكده يفكوها للناس برا. والالجوريزم الخوارزميات، ما هو لازم الاثنين يمشوا مع بعض، تكون عندك كمبيوترز قويه باورفول وعندك ايه خوارزميات تحل المسائل الطويله والضبيات المعقده في اسرع فرصه. عشان كده تسمع بالفاست فورير ترانسفورم الاف اف تي، صح؟ واخره الى اخره، ده كله شغل بتاع الدفاع. يعني اوريك الفرق يعني لما ننتهي من التسجيل بعدين نوريكم. فالشغل بتاع الديفنس خلى يحصل ديفلوبمنت ضخم جدا في بناء الكمبيوترز والى الان. وبل زي ما قلت لك ذا توب سوفت وير لانجوج، انتوا كلكم تعرفوا اللانجوج بيزك وفورتران وباسكال موديولا، مش كده؟ تو وجافا وسي وسي بلس بلس وسي هاتش، مش كده؟ كلها عندها يعني ذا توب. انتوا تعرفوها مثلا جافا، كويس؟ فعلا يعني كوميرشال افيلبل لانجوج هي جافا بمشتقاتها كلها، جافا سكريبت، جافا انتربرايز الى اخره. لكن واحده اقوى منها شديد جدا جدا. انا كنت عارفه قبل كده. ايوه ايه ده؟ هتجد ناس كتار لكن الدفاع الديفنس كله بيشتغلوا بالايه ده. فيري باورفول. 2010 درست للطلاب بتاع الماستر بتاع السكول. الايه ده؟ سو باورفول. لكن صرفوا على صرفي كبير جدا. وطبعا فكوها، لما فكوها ما عاد في واحده ثانيه مسوسه شغالين بها. لكن فعلا لما تشتغل بالايه ده بتلقوها. طبعا انت حاسها ما شاء الله بالجوجل طوالي بتلقاها، وويكيبيديا و الى اخره يشرح لك ويوريك الخوايص والخصائص بتاعتها و كده. لكن طبعا ما بقدر يعني اللغه هي كبيره وكده يعني، لكن التولز والفاسيلتيز اللي فيها وكده يعني رهيبه. وهي فعلا مصممه عشان تساعد في الشغل بتاع الكنترول، كل شغل بتاع الكنترول. لانه زي ما قلنا الكنترول الاهميه بتاعته كلها في الديفنس. زي ما شفنا قلنا العجله، خد العجله عشان اسهل لكم الحكايه. العجله بسكليتها عندها لاستيكين، مش كده؟ فهي ما يستيبل اوفر لوب، ما يستيبل، صح؟ انت حسب خطيت العجله كده بتقف بتقع، فما يستيبل. ولما تركبها برضه المفروض ايه؟ المفروض تقع. فالاستابيليتي بتجي من وين؟ بيك انت، بتوزن جسمك، بتغير في البوزيشن بتاع جسمك عشان تخليها ستيبل، عشان ذاتها هي تبقى سريعه. يعني العجله كونها هي عجلتين بتديك سرعه، مش كده؟ بتديك ادفانتج، وما فيها هواء بيعكسها لانها كده بس سريعه كده هي. وانت شفت يا جماعه بتاع السباق الفرنسي، اذا تشوفوا السبورت ها ايوه الناس ذاته نحيفون شديد عشان الهواء هنا، وذاته كلها لابس طاقيه ذات سنينه، يعني كله عشان ما يكون فيه اي ريزيستنس. ها يعني في ناس حياتهم ريسيرش شغالين بس في البسكليته دي، ها. لكن اخر انت كقطع كنترول سيستم بتاع لنا ما استيبل، وكل ما تكون ما استيبل الليستيك يبقى قرف. يعني الليستيك ده له طريقه بيكون زي سن الموسى، بيكون احسن لهم، صح؟ لكن بيديهم ادفانتج. عشان كده زمان قلت لك الطياره الحربيه برضه خلوها اوبن لوب ان ستيبل، بعدين يجي يركب الاستابيليتي بشنو؟ بالكنترولرز. ليه؟ عشان يديها ايه؟ الاجيليتي، يديها الرشاقه. انا امبارح لما تجيلتي لقيت الترجمه بتاعت الرشاقه، في واحد كان بيقدم البي اتش دي بتاعته بيشرح البروبلم بتاعته وكده، فكنت حيران الاجيليتي اجايل ها فالرشاقه. فبتكون لانه طيارتي الحربيه عاوزه تناور، مش كده؟ يعني يكون مشتبك مع طياره ثانيه، ما تعرفش يلف ويجي ويقلب وكده وبتاع، مش كده؟ يعني حتى انت مثلا في دفاعات ارضيه حيضربوا ضدك صواريخ، فانت لازم تكون تقدر تلفلف وكده عشان الطلقات تروح منك وتضرب الاهداف بتاعت العدو كده وتدمرها. فالتصميم بتكون اوبن لوب انستيبل، كله بتكون انستيبل. فالعجله كله يخلوها انستيبل سريعه زي الموسى، هي حتكون
يعني احسن واسرع وكده وتناور وتليف وكده. لكن الاستابيليتي جايه من انك نزول السائقه وخدت الكلوز لوب وخدت الكنترول. يعني لما ركب زول بيعرف الكنترول هيقع برضه مش كده؟ يعني اذا ركبت زول ما بيركب العجله وما عمل ليرنينج عشان كده بعلمك مش كده؟ تتعلم وقعت مره اثنين ثلاثه مش كده؟ بعدك تبدا تكتشف اللعبه لانه الليرنينج كيرف بتاعك بيحصل له امبروفمنت. جربتوا العجله يا اخوانا؟ ما انا ما شايف في الشوارع كثير ها يوم ما العجله كانت كومون بليس ها. لكن الزول بيبدا يتعلم في ليرنينج كيرف عشان كده الليرنينج بروسيس ها واحده من علوم بتاعت الكنترول. طيب من الستيت سبيس في يلي هذا الكورس يعني وصلنا لنتائج محدده نتائج هامه انه الماتريكس مهما تغيرت ما حتاثر في الايجين فاليوز وبالتالي الايجين فيكتورز ما حتاثر. وبرضه وصلنا لبعض النتائج انه اذا كانت الايجين فاليوز حقتنا ديستينكت مختلفه ما متكرره وكانت ريال طوالي ممكن الماتريكس المكونه من الفيكتورز بتاعت الايجين فيكتورز مكونه الام دي مكونه التكوين يا باشمهندس فعلا مركبينها ركيبه لانه كل واحد من الجماعه ده اللي هو فيكتور كولوم 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 بيمثل ايجين فاليو واحد. برضه الايجين فاليو اختياري يا اخوانا دي واحده من البرنسبلز بتاعت النورماليزيشن او التعامد نورمال فيكتورز. يعني الايجين فيكتورز كلها مالها متعامده لو عددها ان هي متعامده فالتعامد بتاع ده هو اللي بيخليها كنا البروبرتيز بتاعت انه مهما انت عملت ترانسفورميشن. يعني ليه تخيل عندك سيستم بتاع كوردينيتس اكس واي زد قاعد كده بعد شو قمت لفيته بقى كده ما رسمتها كويس دي هنا مربع دي هنا زاويه غايبه يعني او زي البوكس تخيل زي البوكس ده هنا كده هنا كده هنا كده صح؟ هسه قاعد كده ممكن اعمله كده ستيل بكون محافظ على التعامد بتاعه. يعني مهما عملت روتيشن ترانسليشن ستيل التعامد صفه التعامد هي موجوده فايت از بريزيرفد. ده شغل جميل جدا شغل رائع شغل بتاع الفيكتورز والماتريسيز ومعوض دخلت بولينوميال الجبرة وكده. لكن الماتريسيز ذاتها يعني ماتريكس الجبرة يعني في حد ذاته طبعا علم ادى ادفانسز رهيبه جدا. لكن نحن نكتفي بانه ممكن نوجد من الايجن فيكتورز والايجن فيكتورز زي ما قلنا ما يونيك لانك هتختار فاليو هتختار الانيشال فاليو هتقول للفيكتورز بالذات للفيكتورز هتختار فاليو عشان تحلها بقى توجد بقى بقيه الايكويشنز ممكن تختار واحد اثنين ثلاثه دائما تختار فاليوز بسيطه للعدد الاولاني ومنها تحل لان تجيك ايكويشن ثانيه عشان تحلها بيها الايجن فاليو. نجي لكونسبت كونسبت معين كنترولابيليتي. دي السيستم ماتريكس بتاعتنا في التايم دومين هتجد في كل البوك في كل الريفرنسز في كل الجورنالز ال A B C D اللي هم الكومبوننتس بتاعت الستيت سبيس اناليسيس في كل الكتب حتى الماثماتكس الانجينيرنج الى اخره. طبعا الستيت زي ما قلنا الستيت اكس دي هي بتمثل ستيت ان سبيس ان فيكتور هي بتمثل حاله زمنيه وحاله اتجاهيه موجه وهي حاجه ماثيماتيكال زي ما انتم شفتوا. لكن برضه احيانا بتمثل بريشر تمبريتشر او سرعه مسافه والدريفاتيفز بتاعتها. يعني اذا كانت بتمثل مسافه اكس دوت معناتها بتساوي مسافه والدريفاتيف بتاع المسافه بيدينا
سرعة عجلة إلى آخره، أو إذا كان في تمبريتشر تي تي ضب معناته شنو؟ معدل متغير تمبريتشر، معدل متغير تمبريتشر برضو ممكن يكون حاجة باراميتر فيزيكال نحن بس ما شايفينه أو ما عندنا أجهزة قياس له أو كده. طيب السؤال اللي خطوه ناس كالمان والناس بتاعنا الانجينيرينج بالذات وكده، الاكس دي الاكس الفكتور اكس ده انا ممكن اتحكم فيه عشان ما هو اكس تي صح؟ اكس تي بيبدا من تايم تي ايكوال زيرو يمشي لتايم تي تي فاينل. اثناء الزمن المتغير الاكس ده متحرك هو فكتور صح؟ هل يمكنني بالكنترول يو ده الكنترول بتاعي انبوت اتحكم في مسار كل الاكسس؟ هل كل الاكسس كنترولابل ولا في واحده هتفلت؟ عشان كده سموها كنترولابيلتي. فقاموا يلا اشتغلوا دعكوا في الماثماتكس عشان يشوفوا انه 200 اي كان تيست انه السيستم اللي عندي ده كنترولابل ولا ما كنترولابل. انا حاسس اشرح لك الكونسبت، ها خليني اشوف الماس بعدين. يعني باللغه البسيطه كده للدارجي انه عاوزين نختبر هل الكنترول فيكتور بتاعي يو ده يتحكم لي في كل الستيتس في السيستم بتاعي. حاجه مهمه لازم اشوف مش كده؟ اذا هو ما بيتحكم يوسف واحده تكون فالتات يبقى انا كنترولينج شنو؟ يبقى في خطوره صح يا شباب؟ لانه ده طوالي قام ادى لسؤال ثاني، هل الاكسس دي بقدر اشوفها اوبزرفبل؟ طبعا لما اقول اشوفها في الانجينيرنج معناته شنو يا شباب؟ ايوه ميجر. يا سلام عليكم يا اخي، انتم ما شاء الله شباب ريح النفسيات. اذا ما كان واحد منكم جاوبها كان خلاص جابت واحد من عندنا الناس كلها جاوبت. ايوه في الهندسه او في الساينس، في الساينس كلها لما نقول بشوفها معناتها ممكن اقيسها، واقيسها دي تختلف اجهزه القياس، لكن بقدر اقيسها اطلع رقم. I can come to من n dimension من rn into r في ما بين بروسيسنج. ده برضه في الميجرمنت، ها الحته بتاع الماثماتكس بالمناسبه فيري ديب ما تستهينوا بها. نقول لك سيستم ار ان ولا ار سكوير مش كده؟ من ار سكوير يديك ار الى اخره الى اخره. ده تبدا اللغه ريجر اللغه القويه الثابته. طيب معلش ما نمشي الحته دي كثير قاعد عرضا، لكن قام ادى السؤال. السؤال الاول هل يو الفيكتور بتاع الانبوت بتاعي ده يقدر يتحكم لي في كل الستيتس في كل الاكس تي بانواع المختلفه؟ تذكر طبعا اكس ده فيكتور يا شباب مش كده؟ اكس ده از فيكتور. اكس فيكتور مكون من اكس اي 1 اب تو اكس ان. يبقى الفيكتور ايه يبقى السايز بتاعه شنو؟ السايز بتاع ايه يبقى شنو؟ ان باي ان. يا سلام يا سلام فين الصاحين؟ يبقى ان باي ان. يبقى الاوردر بتاع السيستم هو ان باي ان. فالمهم الفيكتورز بتاعنا اكس ده هو فيكتور اني. هل انا بقدر اتحكم فيهم كله؟ ده سؤال مهم جدا. اذا الانبوت فيكتور ما بيقدر يتحكم فيهم كلهم معناته في مشكله، معناته في حاجه هتكون متفلته تشتغل زي ما هي عاوزه. اذا كانت حتى لو كانت ستيبل لكن بمود ما مريح، كانت بطيئه ما كانت كده، يعني ممكن تعمل لك عرقله ومشاكل. فطوالي ده جاب السؤال. طيب انا بقدر اشوفهم عشان اقدر اعرف انها هي ايوه. فده ادى لكونسيبت ثاني اسمه الاوبزرفابيلتي. اوبزرفابل ولا اوبزرفابل؟ فده التو كونسيبتس الاوبزرفابيلتي والكنترولابيلتي مربوطات ببعض. بعدك تفرعوا في انه ستيت كنترولابل ولا اوتبوت كنترولابل ولا اوبزرفابل كومبليتلي، يعني يبقى اولاد خالات. لكن الشيء الاساسي هو ده الكونسيبت اللي شرحته لك، انه هل انا بالفيكتور يو ده اقدر اتحكم فيهم كلهم؟ طيب ده يو بيتحكم في اكسس،
معناتها البي ده هو بيلعب دور اساسي في التست زي ما هنشوف بعد شويه. في الاوبزرفابيلتي الفيكتور بتاع واي ده هو الاوتبوت صح؟ الفيكتور واي ده هو الاوتبوت فيكتور ده اللي مارجلي برا اللي بقدر اقيس منه. فاذا معناتها بتتحكم في الاوبزرفابيلتي شنو؟ السي ماتريكس. في الكونترابيلتي البي التست بتاع بي وفي السي فالماثيماتيكال تيست. فقبل عندنا اكس اوف تي لما حللنا البروبلم بتاعتنا كانت عندنا اكس دوت في اي اي تي ماينس تي نوت مش كده؟ بلس انتجريشن تاع برضه هنا اي اي تي ماينس تاو هنا في بي في يو اوف تاو دي تاو. يبقى دي الانيشال كونديشن دازنت ماتر اوكي. الكنترول حقنا فيكتور وينه؟ وهنا ده هنا صح. فيبقى الفيكتور كنترول يو ده عشان يتحكم في الجماعه دي كلهم معناتها بي دي لازم تديني طريقه انه اليو ده ياثر في كل الروز مش كده بتاعت اكس. لانه اذا في رو هنا في بي ده نتيجه الترانسفورميشن بيختفي الاثر بتاع اليو ما بيظهر في الاكس معناتها في مشكله زي ما قلت لك لانه هنا البي هي اللي بتلعب الدور الاساسي. في النوتس هتلقاها مكتوبه دي فممكن تصلحها كلها لي بي. هتلقى في اكزامبل برضه بسيط يعبر عن الحكايه دي وكده. في اكزامبل طويل جوا يشرح الحكايه لكن ماثيماتيكلي برضه طبعا الناس دي سكوا عشان يلقوا بال strong stringent mathematical definition يعني حلوا المسائل دي واشتغلوا فيها الى اخره ما عاد نخش في التفاصيل حقتها. فلقوا انك if you make a matrix a big U by definition بتساوي B مركبه في A B في A square B الى اخره في A N B. إذا في ماتريكس عملتها كده خطيت بي رصيت بي كلها بعدين بي ضربتها في ايه خطيتها جنبها إلى آخره إلى آخره خلينا تطلع بسكوير ماتريكس ام بلس ان باي ام بلس ان. السكوير ماتريكس دي اليو دي المفروض تكون فول رانك تكون فول رانك لو السيستم يبقى ايه كنترولبل. فور رانك يعني شو؟ فور رانك يعني شو؟ فور رانك ما في واحد متذكر؟ قلنا قبل كده فور رانك معناتها انفيرتبل واذا انفيرتبل معناتها شنو؟ واذا مربعه ما دائما المربعه هي ها؟ ما دائما المربعه ممكن تكون ها؟ يا سلام بس اخذت الكلمه الاولى بتاعتك الباقي انت قلت شنو اي دونت كير. الديتيرمينانت داز نوت ايكوال زيرو قلت الديتيرمينانت معرفه اي الديتيرمينانت قلت لك معرفه ايوه الديتيرمينانت معرفه صح يا اخوان اوقع عليكم الكلام ده تذكرتوه؟ وده الرسول لكم لكن الكلام تذكرتوه. فالفور رانك معناتها انفيرتبل وإذا انفيرتبل لازم يكون الديتيرمنت أنا مقسوم على الديتيرمنت وأنا على الديتيرمنت فالديتيرمنت يجب أن لا تساوي زيرو. فإذا الديتيرمنت لا تساوي زيرو بيسموها فول رانك. فإذا يو فول رانك معناتها السيستم ده كنترولبل. ده شغل اشتغلوه ناس كالمان وإخوانه الباقيين وكده. فناس كالمان بقوا دافرين الشغل بتاع التايم دومين وناس فينر دافرين الشغل بتاع الفريكونسي دومين. فبقى في تو مدرستين كلاسيكال والمودرن يسموها. المودرن اس التايم المودرن مش معناتها هي الافضل ولا كده لكن لانها بقت هي الاجدة يعني في الزمن. فالتايم دومين تولز جميله جدا لانه بقت في الكمبيوتر موجوده. فالكمبيوتر بقت موجوده الماتريكس ان شاء الله 10 ب 10 صوت. الديفلوبمنت على الماتلاب كان قبل اسمه ميني تاب يعني عصرنا الديفلوبمنت بتاع لغايه ما بقى ماتلاب اللي حاسس انتم شغالين بيه ده. الحين قبلها كان بيدرب يدينا. فورتران از نوت جود كان ينفع عشان يقلب لك ماتريكس 4 باي 4 ما بحكي لك عن ماتريكس كبيره. فالتايم دومين اناليسيس بقى ناس كالمان والفريكونسي دومين ناس
طبعا الفريكوانسي بيخلي قريب ناس الكهرباء, يعني الفريكوانسي دومين ناس الكهرباء اللي متعودين على الفريكوانسي واشكال الفريكوانسي والجين والضرب والباندويت وما تعرف ايه وكده. هنا ما في كلام زي ده في التايم دومين اناليسيس الشغل كله يعني. عشان كده بعدك حاول يوجدوا ديزاين تولز, فقط في ديزاين تولز عشان يقدروا يتحكموا بها. طبعا احنا قبل شفنا انه البولز بنحركها بيرت ذكر في ترانسفير فانكشن, الكين الجين والبي اي دي بيغير في الوضع بتاع البولز تحت البولينوميال تحت بيغير فيها, بالتالي نقدر نتحكم في الكنترول. لكن في التايم دومين انت ما عندك بتاع بتحت, بتغير في الايجين فيكتورز الايجين فاليوز, ممكن نغير في الايجين فاليوز الايجين فاليوز هي الايجين فيكتور, لكن بنحركها في التايم دومين برضو عندنا جين وفيدباك جين وكذا وكلها بتكون ماتريسيز. لكن في الكورس بتاعكم ده ما حسه ورده الا في الكورس الثاني بتاع الكنترول نقدر نمشي كيف نويت تو ديزاين كنترولرز في التايم دومين برضه فيري نايس فيري سموث, لانه كل شغل بتاع ماتريسيز ومرات يكون ايزير زان. طيب نيجي نشوف الاوبزرفابيلتي التست بتاعه زي ما شايف حسب بي بي هي اللي تحكمت في الكنترولابيلتي لان بي مربوطه مع اليو الانبوت بتاعنا بتاع الكنترول الكنترول انبوت, والاوبزرفابيلتي هتكون مربوطه بالسي برضه في ماتريكس اسمها في مركبه من سي سي اي امشي اب تو سي اي اب تو ذا باور ان برضه في لازم تقول فور رانك. فاذا في فور رانك معناته السيستم كله اوبزرفبل, معناته في كل الحالات انا ممكن القى طريقه اقيسها. طبعا في واحد ممكن يقول لي اذا الحالات هي اكس تكون حاجه ثيوريتيكال وبالتالي ممكن تكون في ما في مكانه تقيس الحكايه دي, ففي حاجه اسمها لومبرجر اوبزرفر ممكن ماثيماتيكالي تكون استراكت. زي ما قلت لك جبال اذا انا عندي مفعال عندك رياكتر نيوكلير رياكتر شغال نزلت الروت هنا بتاع الكنترول بتاعك ده الروت بيطلع تدخله بتاع البلوتوريوم مش كده عشان يزيد التفاعل او يمتص اليورانيوم المتفاعل, وعايز اقيس التمبريتشر ما في اي ثرمومتر بيخش هنا ما في اي ثرمومتر طبعا مش كده درجه حراره خياليه هاي الا معناتها انا كونستراكت اقرا بارامترز ثانيه مش كده اقرا حاجات ثانيه بتعكس لي درجه الحراره الجوا يعني I can build an observer ما تعزف يو بيلد ان يعني مرات انت عشان تقيس السرعه بتاعت الطياره فوق ممكن تقيس البريشر مش كده في الديناميك بريشر الستاتيك بريشر بتعمل له كونفرجن بيديك الارتفاع مثلا يعني ارتفاع الطياره طايره على ارتفاع 33000 قدم ما بكون منزل متر مش كده او الطيار كله ماشي مسافه في كيلومتر كده مش كده ويقيسها لازم عاد يستعمل شنو ترانديوس ايوه البريشر او حاجات اخرى ممكن يستعملها. فدي الكنترولابيلتي اوبزرفابيلتي في الشيت بتاعتكم بتلقوا برضه في اكزامبلز تعكس اكثر تشرح الحكايه دي, وبالتالي سو فار كده يكون الكورس الانترودكتوري بتاعنا انتهى. تحصل بين انتروديوست للكنترول لكن المفروض يكون في العرض والكنترول عشان نقدر نمشي في عمق ده ممكن يكون السنه الجايه وكده. فالاسبوع الجاي معناتها الاربعاء الجاي ولا بكره تاخذوا التست تاعكم وباي باي خلاص يبقى الاربعاء الجاي التست. طيب شكرا يا شباب.